بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده واحد من الناس. الحقيقه من اسعد اللحظات اللي انا بعيشها لحظات التفاعل الايجابي لحضراتكم مع الفقرات اللي بنقدمها في البرنامج، اللي بنحاول من خلالها ان احنا نقدم لكم كل الفقرات الانسانيه والخيريه. وبتزداد سعادتي اكتر لما بيجيلي افكار ومبادرات حضراتكم بتقدموها. على مدار اكتر من سنه قدمت تقريبا اكتر من 50 مبادره خير، وعايز اقول لكم لما بفتكر دلوقتي مبادرات الخير اللي احنا عملناها مع بدايه البرنامج من ايام او بدءا من تلاجه الخير، وبعدين الملابس اللي بتوزع بالمجان، وبعدين كشري الخير، سمك الخير، اكل الخير، علاج الخير. الحقيقه كم فقرات عظيمه جدا جدا كلها بتديني امل وتقول ان احنا كلنا جوانا خير، كلنا مقبلين على الخير. واول حاجه عايز اقولها مبادره خير جات لي طازه لسه حالا دلوقتي، حد بعتها لي وقال لي ان انا لازم يعني اعلن عنها. لعل وعسى ان احنا برضو لما بنقولها بنقلدها. مبادره جميله جدا عاملاها السيده صفاء عماشه، دي صاحبه اتيليه فساتين موجود في مدينه المنصوره. عملت مبادره اسمها معا لتخفيض الضغوط عن ابو وام العروسه. ايه الحكايه؟ قالت ان انا هقدم فساتين الخطوبه والزفاف مجانا للايتام وغير القادرين وذوي الاحتياجات الخاصه. انا بشكر جدا الحقيقه الاستاذه صفاء عماشه على الفكره القيمه دي، لان الحقيقه بنفاجئ ان مشكله فستان الخطوبه والزفاف يعني بيحتل كده مساحه كبيره جدا من تفكير كل اب وكل ام. وهنجيب الفستان بكام وهيكلف كام فستان الخطوبه وفستان الفرح يتكلف الحقيقه، يعني اقل فستان بيتكلف كتير النهارده، وبعدين بتلبس لبسه واحده. فالحقيقه لما يكون في فكره زي دي انا بحييها، واتصور ان كل واحده اتجوزت وعندها فستان فرح يعني خلاص اتجوزت هتلبسه تاني، يعني مش تلبسه تاني، وما ينفعش مش فستان سواري. الفستان ده يا ريت كل واحده تقدر انها تجود بيه وتديه اهداء لعروسه جديده، تاخده تغسله تنضفه وتوضبه وتديه هديه لعروسه جديده. ممكن تكون العروسه دي ساكنه معاها في نفس العماره، في نفس الشارع، في نفس الحي، قريبتها. صدقوني وفرتوا على ابو العروسه فلوس تمن الفستان واسعدتوا العروسه، وبعدين هي لابسه وانتهت. وممكن جدا اللي لبست الفستان برضو تعمله تكويه وتغسله تديه العروسة تانية. فالمبادرة دي اللي عملها صفاء عظيمة. يا ترى مين فيكو هيخش معنا في هذه المبادرة اللي احنا النهاردة بندعم فيها أستاذة صفاء عماشة؟ مين هنا في القاهرة هيعمل فكرة زي دي؟ مين هيبعت على الصفحة يقول لنا أنا قررت أتبرع بفستان الزفاف بتاعي لأول عروسة محتاجة فستان زفاف؟ أنا منتظر ومتأكد انكم كلكم هتعملوا الخير ده، وربنا دايما يجعلكم في الخير ومع الخير دايما. أحلامك أوامر، ودي فقرة الحقيقة أنا بسعد جدا بيها، لأن هي الحقيقة بتخلق نوع من الشعور بالسعادة. يعني لما نزلت وجهزت العروسة عايز أقول لكم حسيت إنها بنتي بجهزها، وفكرني يوم ما بنتي اتجوزت وكنت بجهزها. فأنا سعيد بهذه الفقرة. أرجوكم احلاموا زي ما أنتوا عايزين، وخشوا على صفحة البرنامج واحد من الناس على قناة النهار وسجلوا أحلامكم، وبالكمبيوتر بنختار رسالة من الرسائل وإن شاء الله بنتصل بيها بشكل عشوائي، وإن شاء الله بعد ما يتم اختيارها عن طريق الكمبيوتر بنروح لغاية عندها ونحقق لها حلمها. وربنا دايما يجعلنا نحقق كل أحلامكم وأمنياتكم، وندخل البهجة والسرور لقلوبكم ولبيوتكم. الأسبوع ده عندنا كم كبير جدا من الرسائل،
مش عارف كام رسالة، 50 رسالة تقريبا او اكتر، وده شيء بيسعدني. خلينا نشوف الكمبيوتر النهاردة هيختار رسالة مين عشان نتصل او نتصل بيها. رقم 18. طب نسمع المكالمة رقم 18. أستاذ أحمد السيد مخرج البرنامج اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ببعت الرسالة دي ليك يا دكتور عمرو، ويا رب تسمعها ويا رب توصل لك. أنا شيماء شحات صابر حسن، أنا مطلقة وعندي 4 أولاد، وعندي أخويا تعبان رجله وعجزة، ومش مليش معيش مليش أي حاجة، وبتمنى من ربنا ثم منكم ان انتوا تعملوا لي اي مشروع اعيش منه انا واولادي واخويا. انا عندي 4 اولاد، ال4 اولاد كلهم في مراحل تعليميه، وانا مطلقه، ونفسي يبقى لي حاجه اعيش منها، مشروع اعيش منه، وانا ماليش معاش وماليش اي حاجه خالص. فبتمنى من ربنا رسالتي توصل حضرتك، ويا رب تسمعها. سمعتها والله. طب احنا معانا تليفونها، طب ممكن تطلبها لي؟ طب يلا سيدي. السلام عليكم. السلام عليكم، اكلم مدام شيماء صابر حسن؟ ايوه يا فندم، مع حضرتك مين معايا؟ انا عمرو ليسي. مساء الخير، ازاي حضرتك؟ مساء النور، ازيك استاذ عمرو، عامل ايه؟ الله يخليك، ازيك انت، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا استاذ عمرو، الحمد لله. انا كنت بتاع نفسي والله لحضرتك تكلمني دلوقتي. الله يخليك. لا ابدا ابدا، انا اسف، انا بكلمك يعني يمكن في وقت متاخر ولا حاجه، معلش انا اسف. لا لا، ربنا يخليك، ربنا يخليك في اي وقت، ربنا يخليك استاذ عمرو. الله يخليك، انت كنت من شويه يعني في رساله جات لنا منك على الكمبيوتر بتاع البرنامج، والكمبيوتر أيوة اختارك وكلمناكي، مظبوط؟ مش حضرتك؟ أيوة مش حضرتك؟ أيوة فندم. مش حضرتك، مش حضرتك قلت عندك اربع اولاد حاجه زي كده؟ 4 اولاد. ايوه يا فندم، انا مطلقه وعندي 4 اولاد. اهلا وسهلا. كلهم في مراحل تعليميه، وعندي اخويا عنده غرغرينه في رجله، وانا مامتي كانت بتصرف عليا، وكانت بتصرف على ودي، كانت بتساعدني في المعيشه، بس ان شاء الله يرحمها توفت. وانا دلوقتي قاعده في الشقه بتاعتها انا واولادي واخويا. انت ساكنه فين يا استاذه شيماء؟ ساكنه فين؟ انا ساكنه في حلوان في الشارع الغربي. ساكنه فين؟ في حلوان في الشارع الغربي. حلوان الشارع الغربي. طيب بعد اذن حضرتك، احنا يعني كنت طالبه ايه حضرتك؟ انا كنت طالبه من حضرتك مشروع اعيش منه انا واولادي. مشروع تعيشي منك؟ طيب يا ستي حاضر، ان شاء الله باذن الله احنا هنقدم لك مشروع بآله هديه من البرنامج. هديه من البرنامج. ربنا يخليك يا دكتور عمرو، والله ربنا يخليك يا رب. انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه والله. لا ربنا ربنا يخليك ويبارك لك يا رب، ربنا يخليك. انت بصراحه انا حضرتك مش عارف انت عملت معايا ايه انا واولادي، انت يعني انت حياتني من جديد. ربنا يخليك. لا لا، ده ربنا، ربنا ده احنا كلنا عبيده، كلنا يعني. الله يخليك يا دكتور عمرو. احنا الخير، الخير احنا بناخده منكم مش احنا اللي بنديه، خلي بالك. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. مش مصدقه نفسي والله بجد. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك ويكرمكم ويكرم اي حد بيساعدنا يا رب. ربنا يخليك يا دكتور عمرو. الله يخليك. شكر، انا بس هستاذنك لغايه يعني احنا خلال يومين هنبقى عند حضرتك، انا هستاذنك ما تقوليش عنوانك، هياخدوه منك في الكنترول دلوقتي عشان ان شاء الله نبعت لك مشروع البقاله، وان شاء الله يبقى فتحه خير عليك انت واولادك الاربعه. ربنا يخليك يا دكتور عمرو، ربنا يخليك يا دكتور. شكرا، شكرا يا ست شيماء، شكرا جزيلا، تحياتي للاولاد كلها. الحمد لله شيماء صابر حسن فازت النهارده معانا بمشروع تجاري، مشروع محل بقاله، وان شاء الله باذن الله يكون فتحه خير عليها، وان شاء الله نسلمها هذا المشروع. احنا كنا الاسبوع اللي فات كنا اعلنا فقط احلامك اوامر، حققنا فيها مكالمه جات لنا من الست منى سعيد، كانت عايزه مكنه خياطه، والحمد لله المكنه وصلت لها لغايه عندها، مقدمه من مؤسسه واحد من الناس.
تعالوا نروح نسلمها المكان. الأسبوع اللي فات في فقرة أحلامك أوامر الكمبيوتر طلع لنا اتصال تليفوني جانا من مدام منى سعيد، وانا كلمتها في التليفون. فافكركم بس كانت مدام منى كانت عايزه ايه. مدام منى كانت حكت في التليفون ظروفها، وكانت عايزه مكنه خياطه عشان تشتغل بيها وتقدر تصرف على بيتها وعلى عيلتها. انا معايا مدام منى اهو، احنا جينا لها. و صباح الخير. وسهلا بحضرتك. ازيك يا استاذ عمرو؟ ازيك انت؟ انا سعيده بحضرتك. اولا توقعت ان احنا نكلمك؟ بصراحه لا، مفاجاه جميله قوي. انت عملتي ايه؟ سجلتي ازاي بقى قولي لي؟ انا كنت قاعده كده وكنت مره دخلنا على المواقع بتاعتك واتفرجت على حاجات كتير. في واحده ست كانت شغاله حداده والكلام ده، فانا قلت اجرب. المهم جربت وبعت لحضرتك رساله، قلت اجرب انا كمان يمكن حظي يضرب ولا حاجه، وحصل فعلا وكانت مفاجاه ليا مذهله. طب الحمد لله. أمانة ده من حظ انا والله. والله فرحت يا استاذ عمرو، كفايه ان انت حضرتك بس اهتميت بيا. قولي بقى ايه حكايتك بقى ازروت؟ حكايتي انا جوزي متوفي بقى له سنتين، وحاولت ان انا اعمل معاش الارامل. قالوا لي لا، بنتك ما كملتش 18 سنه وما راحتش مدرسه، كانت هي في مدرسه وقعدت. طب اعمل ايه؟ اعمل ازاي؟ اتصرف ازاي؟ المهم ما قدرتش، بقيت اشتغل عند عائلات وكده. تعب، وقعت كتير كتير، وقعت لدرجه مره دراعي ده اتكسر والفقرات عندي تعبت. بقالي الوقت من شهر رمضان بالظبط، فقلت لا انا بحب الخياطه وانا متعوده بخيط، لا انا الجا للاستاذ عمرو على لو عسى. وحصل الحمد لله. قولي عندك اولاد ايه؟ عندي هم ولد وبنتي الوقت اللي معايا. الولد بيشتغل ايه؟ الولد بيشتغل مكان حزيه بدل والده الله يرحمه. ابوه كان في ورشه وهو جماعه اللي هم صحاب ابوه شغلوه بداله. كتر خيرهم. دوت ابننا ونقف جنبه عشان خاطر والدته. كتر خيرهم. وبنتك بقى عندها قد ايه؟ والبنت ان شاء الله يوم الاثنين تكمل 18 سنه. مدرسه ولا فين؟ لا قاعده في البيت بتشتغل كده حاجات بسيطه، بس والله زعلانه عليها مش عايزه اشغلها، انها بيصعب عليها التعب وبتتعب وكده، فقلت لما ربنا يسهل لي تقعد. اظن حضرتك شغلك على المكنه هيكون احسن لك. حاجه بحبها، اهم حاجه ان انا بتعرفي تعملي خياطه كل حاجه كده. الحمد لله بتفصلي كويس. حاجات البيت كلها الحمد لله، ستاير ومفارش انتريه كل حاجه الحمد لله. طيب بصي انا جايب لك المكنه اهي، اتفضلي. الله يخليك. دي متقدمه من مؤسسه واحد من الناس. ربنا يخليك. وان شاء الله يبقى كده بدايه خير عليكي يا رب، بركه في حضرتك. واذا قدرتي ان شاء الله تنامي بقى شغلك دوت يا ريت، نساعدك في تسويقه كمان ان شاء الله. ان شاء الله. متشكره يا استاذ عمرو، الله يخليك، جزاك الله خير. حبيت اجيب لك المكنه بنفسي واجي لك. تشكر. الف مبروك وان شاء الله يبقى في حضرتك. انا عاجزه عن الشكر بصراحه، شكرا لحضرتك. ولما تعوزي حاجه ثانيه كلمينا برده. الله يخليك يا استاذ عمرو، عشان احلامك اوامر. ربنا يبارك لك. ربنا يبارك، ما تحرمش من حضرتك ابدا. الله يخليك. زي ما قلت لحضراتكم احنا في هذه فقره احلامك اوامر، بتتصلوا على صفحه البرنامج على الفيسبوك واحد بالناس على قناة النهار، بتسيبوا رسالة صوتية، كل واحد بيقول أمنيته. الكمبيوتر بيختار بشكل عشوائي المكالمة، بنتصل بيها على الهواء مباشرة، وبعدها بنيجي وبنحقق الأمنية المطلوبة. ربنا يقدرنا ونحقق كل أمنياتكم وكل أحلامكم يا رب إن شاء الله بإذن الله. وأشكركم جدا جدا. فاكرين حالة جمانة ماجد اللي عمرها 10 سنين كانت بتعاني من وحمة كبيرة في ظهرها، وكانت مأثرة عليها وعمل لها سخونة مستمرة وألم شديد طول الوقت؟ تعالوا نفكركم بيها. هي ايه الحكاية بالظبط؟ هي مولودة بالوحمة؟ مولودة بيها ولفنا بيها كتير جداً، رحت بيها مستشفيات كتير ودكاترة كتير. ظهرت بعد الولادة الوحمة؟ بعد الولادة مباشرة على طول. فقالوا لي دي وحمة جلدية وعايزة جراحة. رحت بيها لفيت، الدكتور بعتني معهد الليزر وبعتني مستشفيات كتير، كل دكتور يبعتني للدكتور لأن كل واحد بتشخيص. عملت عمليتين لغاية دلوقتي وكل دوت على حسابي أنا برضه. بس
مصاريفها كتير جدا. هي من ساعه ما اتولدت لغايه دلوقتي وماشيه مع المهدئات، لاني ما بتنامش، بتنام على طول على البلاط، لان الوحمه دي عاملاها سخونه جامده جدا في ظهرها. يعني هي موجوده فين الوحمه دلوقتي؟ في الظهر وفي البطن؟ في الظهر وفي البطن، ونقط كتير في جسمها كله، في الرجلين والايدين والرقبه، ونطره وحاجات على الوش برضه، نقط بسيطه كلها. بقالها كده 9 سنين. 9 سنين. تعرفي تنامي؟ هي ما بتتغطاش اصلا، تفضل كده على طول. والمطلوب لها ايه؟ المطلوب بس نفسنا ان هي ترتاح من التعب ده، نفسنا نريح، لان كام سنه فتعبت. معي على التليفون الاستاذ الدكتور شريف الجرحي، استاذ جراحه التجميل بمستشفى 6 اكتوبر. دكتور شريف مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. يا ترى سيادتك يعني يمكن استمعت معايا عن تفاصيل حاله جمانه، وهل يا ترى في حاجه ممكن تقدمها لها ان شاء الله؟ باذن الله احنا ان شاء الله هنستضيف جمانه عندنا في المستشفى، مستشفى جامعه 6 اكتوبر. هنبدا نعمل لها تقييم في الاول العمليات اللي هي كانت عاملاها كده، نحدد المساحه اللي هي موجوده فيها الجزء بتاع الوحمه ده. الوحمه جزء كبير تقريبا، واخد من فهمت منها ان هي واخد جزء كبير قوي من ظهرها. ليها طرق كتير للعلاج، فهنشوف الدنيا اللي هيبقى الحل الامثل ليها ايه، وهنتبنى الحاله بتاعتها. هي الحاله بتاعتها من الحالات الصعبه جدا، محتاجه كمان فترات طويله، يعني احنا ممكن كل سنه نضطر ان احنا نعمل عمليه عشان نعرف نكفر الجزء اللي عندها اللي فيه الوحمه ده. زي ما شفتم حضراتكم جمانة حالتها كانت تعبانة قوي، الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى والدكتور شريف الجرحي جراح التجميل بمستشفى جامعة أكتوبر عمل العملية الثانية لجمانة، وكانت استئصال جزء من الجلد، والحمد لله هي دلوقتي أحسن. شهير عن عالمنا النهاردة احنا مختلفين، هنحتفل بذكرى ميلاد واحد من ابرز صناع البهجة والسعادة في فن الكوميديا. هنقدم في ذكرى ميلاده
باقة ورد وحب وامتنان وتقدير لهذا الإنسان الجميل. انتظرونا بعد الفاصل. واحد من الناس النهاردة اللي هتكلم عنه واللي كنت أتمنى أن هو نفسه يكون موجود في هذا البرنامج، لأنه هو واحد من الناس النادرين القلائل اللي ممكن لما تشوفهم تحبهم، ولما تعرفهم تحبهم أكتر، ولما تقرب منهم تحس أنه أخوك وحبيبك وصاحبك وجارك والإنسان اللي أنت ممكن تتكئ عليه وظهرك وسندك. هو في كل الحاجات الجميلة اللي ممكن تلاقيها في إنسان. واحد من الناس النهاردة الفنان الكبير الراحل علاء ولي الدين، أكثر فنان ممكن نقول إن هو وجوده وظهوره على الشاشة كان بيسعدنا، مجرد ما نشوفه كان بنشعر بالبهجة في حياتنا. أنا للأسف النهاردة بتكلم عنه وبقول إن هو رحل مبكرا جدا عن الدنيا بسبب فراغ كبير في فن الكوميديا في مصر، لكن كل ما تيجي ذكرى أو حد يفتكره لازم يقرأ له الفاتحة ويدعي له دايما بالرحمة والمغفرة. بتكلم عن نجم الكوميديا الإنسان قبل الفنان علاء ولي الدين في ذكرى ميلاده. علاء حياته كانت زي رحيله، مليانة دراما ومفاجآت ومطبات وحكايات هنسمعها النهاردة في واحد من الناس، من أقرب الناس لي، من أخوه الصغير وحبيبه المنتج الكبير الأستاذ معتز ولي الدين، وأيضا من أقرب أصدقائه ورفيق مشواره لغاية آخر يوم في حياته، الفنان الكبير علاء مرسي. سهلا معتز وعلاء، نورتوني وشرفتوني ومرسي على التقديمه الجميله دي قوي. انا بكلم من قلبي، انت عارف طبعا، انت عارف انا طبعا بحب. انا سرحت في كلامك لدرجه ان انا تخيلت علاء. انت وصفت علاء ووصفته بصدق وبقلب عجيب، مش تقديم ضيف او تقديم ما بحبش اقول تقبيل، ولكن تقدير. لا، انت وصفته من قلبك، ده اللي جوه الدكتور عمرو. انا بحبه وطلع وشفته وحسيته وكان حبيبي طبعا وكان صديقي جدا، وهو كان سند وكان طبعًا جدع جدا وصاحب صاحبه طبعا، وكان انسان ما شفت ازايه. علاء ولي الدين كان حلويات، كان عطر، كان روح جميلة حامت حوالينا، ادت لنا طاقة إيجابية مفرحة لكل من عين علاء وقعت عليه. وده كان غريب جدا، وانا في وقت ما كان بيحصل ده انا ما كنتش علاء احكي لي انت ومعتز عن الايام الاخيرة في حياة علاء. هو الايام الاخيرة دكتور عمرو لما كان علاء في البرازيل كان بيصور الفيلم بتاعه اللي هو مكملش عربي تعريفة، فكان العشر ايام اللي كان قاعدهم فيه، فدايما كنت بكلمه في التليفون عشان اطمن عليه
كان يقعد يقول لي انا في الجنه يا معتز، لما كان بيروح مثلا يصور في جزيره من الجزر في البرازيل وبتاع يقول لي انا في الجنه، وكان دايما يقول لي بقعد اصبح ربنا كتير، كان هو وحنان ترك وشريف منير دايما كانوا بيقعدوا يصبحوا ربنا. بس فلما رجع استقبلته في المطار انا وخالد اخويا الله يرحمه، كان جاي كان اهم حاجه عايز يشوفها كان ابني خالد، كان ابن خالد كان لسه مولود بقالوش كام شهر، فكان هو مرتبط بيه قوي، وكان جايب له شنطه لوحده فيها هدوم ولعب. فاول ما جه ونزل المطار وسأل خالد، اظن دي اخر صور ليه في الفيلم البرازيل، دي كانت الاستعراض اللي كان عامله في البرازيل. فنزل طبعا وجي البيت، كان كان فجر العيد الكبير، كان وقفه عرفات، بس دخل سلم علينا بقى وعلى ماما وصحى يوسف كان نايم صحى عشان يديله اللعب والهدوم اللي كان جايبها له، واستنينا ما نمناش لغايه ما صلينا الفجر، وبعد كده جت صلاه العيد، نزلنا صلينا العيد. كلمني قال لي امن على الجزار عشان يجي يذبح على طول، قلت له ما تقلقش انا قايل له يعني وكده. بس فكيت الجزار وذبح وبتاع، فقلت له علاء بقى خش، كنا واقفين في الروف عندنا في السطوح بيذبح الجزار، قلت له خش بقى عشان الناس وكده، وانا وخالد هنقوم هنعمل كل حاجه يعني. قال لي لا والنبي سيبني انا عايز اوزع اللحمه بايدي. ففعلا قعد وزع اللحمه بايده وكده، وبعد كده دخل قال والدتي انا هنام بقى شويه قبل ما انت تعملي الفته واللحمه، وقال لي والنبي معتز انا عايزك تنزل تجيب لي الجرايد كلها عشان انا بقالي كتير عايز اعرف الاخبار ايه والدنيا ايه. كانش بقى في سوشيال ميديا، كان 2003 الكلام ده. نزلت لي جبت له كل الجرايد وسبتها له في الاوضه. بس بعديها بربع ساعه كده دخلت عليه الاوضه لقيته واقع على الارض، فبصحي فيه، انا اتخضيت يعني قلت وقع اتخبط، يعني بحاول ان انا اصحي فيه كده لقيته كان متوفي، عرفت انا على طول. فطبعا حاولت ان انا اتماسك عشان والدتي اللي قاعده في المطبخ بتطبخ، عشان اعرف انزل علاء من البيت واوديه المستشفى. فالحمد لله يعني قدرت امسك نفسي والجيران جبتهم ونزلناه على انها غيبوبه سكر مش توفى. فروحنا المستشفى طبعا وبتاع، وكان عنده سكر؟ كان عنده سكر وكان عنده ضغط وكان عنده تصلب شرايين. رغم ان الله يرحمه كان سنه صغير 39 سنه. 39 سنه ونص بالظبط اللي فيها. بس اول واحد مسكت موبايل علاء وكان نوكيا اللي هو الصغير، فاول واحد شفته عشان اكلمه اشوف مين كان اشرف عبد البشير، فكلمت اشرف فبيرد علي. كانت اخر مكالمه على عمله، اخر مكالمه فعملت ريداي. حكى لي اشرف الحكايه دي مره، حكى لحضرتك هنا في الانام. فكلمته في التليفون قلت له اشرف انا معتز اخو علاء، وعلاء تعيش انت. قال لي انت مين وايه الكلام ده؟ قلت له انا معتز اشرف. وطبعا ما استوعبش اشرف، جنا على طول مستشفى كليوباترا اللي جنبينا، وتولد بقى الاحداث. وبعد كده جه الاستاذ علاء والاستاذ محمد النيدي والناس كلها اتجمعت.
علاء، هل كان علاء ولي الدين الله يرحمه كان مثلا عنده احساس بقرب وفاته؟ يعني هل كان في تصرفات بتحصل بتدي لك الانطباع ده؟ بدات من اول فيلم ابن عز. فيلم ابن عز اما نزل ما حققش بقوه الناظر، فعلاء كان حاسس انه في حاجه يعني غلط حصلة للفيلم كتوزيع أو في مشكلة. فدخلت عليه المسرح فقال لي في الباب ومش عارف، وقال لي ما حدش يدخل، واشتكى منه أنا تعبت كتير وأنا وشقينا، أنا أتعب ليه واشغل يا ريتني ما بقيت نجم واشغل نفسي بالتوزيع والبتاع، أنا جالي السكر زاد وتعبت. بدأ يحكي تداعيات. في حد حبيبك معانا وحبيبك وحبيب علاء برضه، فناننا الكبير اشرف عبد الباقي. ازيك يا اشرف؟ يا اهلا وسهلا، اخبارك ايه؟ اخبارك انت ايه؟ كويس؟ كله تمام الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. بنتكلم مين معاك بقى؟ معايا معتز ومعايا علاء مرسي. يا سلام. وفي حضر علاء. ازيك يا معتز؟ ازيك يا اشرف؟ عامل ايه؟ حضره حضور يعني احساسنا بوجوده علاء ولي الدين الحاضر الغائب عندنا. واخر مكالمه كانت معاك يا اشرف. علاء قبل وفاته تقصد؟ بالظبط. احكي لي ايه اللي حصل فيها. يعني كان هو لسه راجع من البرازيل يعني، وكنا متفقين نتقابل تاني يوم بقى في المسرح. كان اول يوم العيد الاضحى، الكلام ده 11/2/2003، يعني السنه دي في شهر 2 اللي فات، كان بقاله 16 سنه. ربنا يرحمه طبعا. ويعني كان من الناس اللي اثروا مع كل جيلنا يعني. يعني هو مش بس صاحبنا، ولكن كان مؤثر بشكل ايجابي مع جيلنا كله يعني. الله يرحمه يعني يمكن كمان برضو من الملحوظات اللي الواحد شافها يوم وفاته. انت عارف بيبقى الواحد يحضر اكتر من وفاة لاكتر من حد في مستشفى، بتلاقي الناس اللي بيبقوا موجودين في المستشفى اذا كانوا دكاترة او ممرضين، بتلاقيهم بيبقوا قدام بس اهل المتوفي عاملين يعني جد، لكن هي دي شغلتهم. ممكن تلاقيهم على جنب بيضحكوا بيهزروا بتاع، وبعدين يعني اعتبارا للاهل المتوفي بيبقوا قدامهم ماسكين نفسهم ويبقوا جد. الحاله الغريبه اللي حصلت مع علاء في المستشفى ان كل اللي كانوا موجودين من ممرضين من اطباء من ناس شغاله كلهم كانه كان قريبهم كان صاحبهم، كلهم عايشين الحالة زينا، اللي بيعيط واللي قاعد منهار. ويعني كانت فعلا يوم وفاته كان حالة غريبة قوي يعني. ربنا يرحمه بحب الناس ده وحب ربنا يعني. أنا فاكر سألتك مرة سؤال وقلت لك اللحظة الصعبة في حياتك اللي بكيت فيها، قلت لي اللحظة اللي غيرت في مسار حياتي وفاة علاء ولي الدين، فاكر؟ طبعا ليه؟ يعني لان يوم ما دخلت حتى المجال، من اول حد اتعرف بيه كان علاء الله يرحمه. من يوم ما عرفته، اول يوم عرفته من تاني يوم كنا بقينا اصحاب يعني. ما فيش يوم الا ما يبقى في مقابله، لو ما عندناش شغل لو عندنا شغل لازم يبقى في تليفون. فكان في علاقه كامله يعني. معتز حضر جزء كبير منها. لما ببقى انا عند علاء في البيت او هو عندي في البيت، فيعني العلاقه اللي هي كانت ممتده لمامته الله يرحمها دي كانت زي امي يعني. عادي جدا اكلمها، عاملين ايه يا حاجه النهارده، اكل واجي، ونقعد وناكل ونهزر ونضحك يعني. كانت مش علاقه اتنين صحاب بس يعني. هل كان عنده شعور ان حياته قصيره؟ كان بيقول لك حاجه زي كده؟ كان عنده الشعور ده، وكان عند والدته الله يرحمها برضه مره، لان طبعا يعني يمكن علاء من سن صغير جاله اكتر من مرض، بدايتهم كان السكر، وهو طبعا ما فيش حاجه اسمها دكاتره ويقولوا له اكل ايه وشرب ايه، ما فيش كلام من ده يعني. يعني لدرجه ان كان بقى جاي له حاجات في الضغط، حاجات في انسداد شرايين يعني، ربنا يعفي عن كل الناس يعني. لكن هو مش هقدر اقول انه كان مهمل،
لكن هي تركيبته كده يعني. يمكن اتذكر كمان كان فترة بقى ياكل من عند مطعم معين بيعملوا اكل للناس اللي عندهم مشاكل في الوزن او حاجات زي كده زي رجيم يعني، فيبقى عنده التزام بوجبات معينة. واتذكر انه كان حكالي مرة الاكل ده بيجيله من المطعم ومامته تسخنه له، فيجي ياكل يلاقي ايه صباعين كفتة محطوطين في وسط الاكل، يعني مامته مش مقتنعة هي كمان بالاكل ده وحاطه صباعين كفتة وهو عارف ان دي هي عمايل مامته بس ياكلها وكأن ما فيش حاجة يعني. او يبقى معانا مثلا رايحين نتعشى في حتة وواخد معاه العلبة بتاعت الاكل العجيب اللي جايله اللي هو مش مقتنع بيه ده، وكلنا قدامنا اكل وهو صعبان عليه نفسه قوي، بس ايه يمد الشوكة هنا ياخد حتة من طبق ايه من طبق حد تاني. فيعني فكرة المحافظة دي طبعا الاعمار في الاول وفي الاخر طبعا دي في ايد ربنا سبحانه وتعالى، لكن حتة المحافظة كان فيها صعوبة كبيرة عند علاء يعني الله يرحمه. لو انت توصف علاء في كلمتين تقول عليه ايه؟ اقول كان اجمل بني ادم في الدنيا يعني. يعني تتخيل مثلا حد زي علاء مرسي او زي احمد ادم او زي هنيدي او زي معظم الجيلنا كان هو اللي بيلمنا يعني، هو اللي دايما لا اما في مكانه يلمنا كلنا حواليه، لا اما عند اشرف وقايل لهنيدي وقايل لعلاء مرسي وقايل لهم تعالوا لنا عند اشرف، لا اما احنا عنده كلنا ملمومين يعني طول الوقت لامم مجموعه، واحساسه ان هو عايز يستمتع بالفتره يعني اللي هو عايشها يعني. سبحان الله برضو مش عايزين نقول انه كان حاسس، لكن يعني كان عنده احساس طول الوقت ان هو حتى مش عايز يتجوز، مش عايز يركز في اسره او بتاع يعني الله اعلم، بس كان عنده احساس ان نتيجه الامراض اللي عنده ان حياته مش كبيره يعني. وعلاء الله يرحمه اتوفى كان 39 سنه ونص تحديدا يعني. تفتكر اشرف ايه سر حب الناس ليه رغم مرور السنين دي كلها ليه وتعلقهم بيه لغايه النهارده؟ اللي جواه طيب قوي. اللي جواه ده بيوصل للناس. صحيح. يعني يمكن كان في مقوله لاستاذنا الكبير الاستاذ محمود المليجي كان بيقول لك الكاميرا بتجيب اللي جوه البني ادم. يعني واحد زي الاستاذ محمود المليجي ولا عادل ادهم ولا الناس اللي كانوا متخصصين في ادوار الشر، احنا ليه بنحبهم برغم كل ادوارهم شر؟ اللي جواهم نفسه طيب. اللي جواهم هو اللي بيطلع للمتفرج. صحيح صحيح. فده اللي كان جوه علاء وده اللي وصل للناس بشكل كبير يعني، اللي خلاهم يحسوا ان هو اخوهم ابنهم صاحبهم يعني، هو كان واصل لكل الناس يعني. صحيح. ربنا يرحمه ودايما يعني تبقوا دايما انتوا كده تحيي ذكراه، حبايبه الجمال وفنانين الجمال واصدقائنا الجمال، ربنا يخليكم لينا يا اشرف ويديكم دايما العمر الطويل ان شاء الله. الله يبارك لك وربنا يرحمه. وطبعا يعني كان علاقته كمان بعلاء مرسي، بما ان علاء مرسي موجود معاك وعلاء العقل كله زي ما احنا عارفين. طبعا طبعا عارفين. علاء مرسي العقل كله، هو كان اكتر واحد بيعرف يتعامل معاه. لما كان علاء المساله بقى بتزيد عنده فده كان بيمسكه من ودنه ويقعد يرقصه يروض. ايوه. فنان الكبير اشرف عبد، ربنا يخليك يا اشرف، بشكرك جدا جدا يا حبيبي. دايما دايما ربنا يخليك. تسلم يا حبيبي، في رعايه الله، مع السلامه. صباح الخير يا اولاد. صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا بابا. عليك يا اخوي. خلي بالك خلي بالك. اسم الله عم يقع على الشاطر يا سيسي. ما يجراش حاجه خالص. هيخلص البيت هيخلص البيت. الفول هيخلص. الفول هيخلص. عود. ايوه. قول.
طبق كبير اهو يا سي السيد، فيه الفول بالقشطه اللي بتحبه. صحه وعافيه على بدنك يا اخوي، اضرب بيض يا سي السيد. هما الانجليز هيقدروا على بتوع سجلن؟ اسكت انت ابو شنبك، خط في وشك ولسه عايز تنام في حضن امك فتنيله. صغر يا دقمه، صغر يا دقمه، صغر صغر يا دقمه. قول لنفسك انت يا بغل، بقيت زي الجحش من كتر الحش. تقدر تقول لي انت بتشتغل ايه؟ محدش عارف لك حاجه، اللي يشوفك كده يقول وزير معارف، وانت ما حصلتش كاتب في مدرسه النحاسين. والله يا بابا انا تحت ايدي سته زي حضرتك كده. ها ها ها، بتقول ايه يا واد؟ لا قصدي ست رجاله من وهدومهم، كل واحد بيبقى فيهم جنيه ونص في الشهر. ان شاء الله يا اخويا يبقى مقامه كبير قوي في الحكومه. انت ضربت ست طعميات يا اخويا بالهنا والشفا يا سي السيد. ربنا يكبر بخاطرك يا مرات ابويا والله. كل كل كل. اشرب ياض. هاتي لاختك معايا يا بيت. اخوك يا بابا اخوك. اخبار المذاكره ايه؟ وقتنا بنعرف ننام منه طول الليل مولع النور. عايزك تلتفت كده لمذاكرتك. بعدين بقى اما تبقى قاضي ولا افوكاتو يبقى اعمل بقى اللي انت عايزه. يلا يلا قشطه قشطه. بألف سلامة يا سي السيد، بألف سلامة يا اخويا. من شر حاسد اذا حسد، ومن شر النفاسات في العقد. يا علاء كان بيكلمك عن ايه؟ كان بيقول لي انا عايز استمتع، عايز انبسط. يعني علاء كان عايز يفرح ويمس. علاء من هو لسه شاب مراهق شال مسؤولية كبيرة جدا، شال أسرة كاملة ورب أخواته، وكان مسؤول عن والدته، وكان عنده ارتباط وخوفه على معتز وخالد الله يرحمه غير يعني فوق العادة. يعني ولاده هم ذكرياته كلها محصورة في تاريخ والده وارتباطه والده. هو كان طول الوقت تحس ان هو طول الوقت يكلمك، ما يكلمني عن والده ارتبط بيه، يتكلم عن معتز وخالي، يتكلم عن والدته. ممكن نتكلم هو ارتباطه ده حاسس بمسؤولية، وفي نفس الوقت حاسس بخوف عليهم طول الوقت، وطول الوقت كمان عايز الله يرحمه رحمة الله عليه. انتوا ثلاثة انا صغير الصغير اللي قعدت وده خالد الله يرحمه وده عم سمير رحمة الله عليه الله يرحمه. كان والدي الله يرحمه اشتغل مع الاستاذ وجيه الليسي، الاستاذ سمير ولي الدين طبعًا. ده الفنان الكبير طبعًا. ابويا طبعًا. كان الله يرحمه الاستاذ بابا يحبه جدا طبعًا. وكان انسان عظيم قوي والله. شركه انتاج الاستاذ وجيه الليسي افلام كتيره جدا. صحيح راجل عظيم، ربنا يخليه عظيم والله. الله يرحمه الاعظم. هل فعلا علاء طلب او اشترى الكفن ومسك الكفن قبل ما يموت؟ ده حقيقي. وكان حاسس بحاجه زي كده. المسك جابه له علاء مرسي، جابه له علاء مرسي من طلب منك مسك الكفن. كنت في عمره في المدينه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كنت هناك، فهو كنت بكلمه دايما كان في اتفاق بيننا كده، سواء هو هناك او انا لازم اروح عند المواجهه الشريفه ونسلم على حضره سيدنا النبي واروح اكلمه. او هو يكلمني يعني. وغالبا كان يقول لي اقفل انا اللي هتصل، اول ما انا اتصل يقول لي طب اقفل انا هتصل، ويتصل بيا يسلم ويوصيني بشويه حاجات اعملها. انا كنت دايما اقابله هناك عند سيدنا طبعًا. النبي طبعا والسلام. سبحان الله، يعني كنت بقابله هناك اكتر ما اقابله في مصر طبعا. فقال لي اللي هي في اواخر، قال لي وانت جاي روح هات لي مسك. هو كان بيحب المسك الابيض، فقال لي هات لي فيه مسك احمر. فروحت اجيب له المسك الاحمر، فعز منه كتير، وده اللي بيسموها التوله دي غاليه جدا، اغلى من الابيض. فانا قلت له عليها غاليه وانا الفلوس كده مش هتكفي معايا، ده غالي جدا. قال لي هات لي منه على قد ما تقدر. ليه علي؟ قال لي انا عايزه. هو كان لما انا اساله كتير زي ما قال اشرف كده يبدا يزعق وبعدين وبتاع اسمع الكلام وبتاع. حاضر. وجبته له، فما جبته له وفرجني هو على الكفة، قال لي ده مع ده ويتشالوا هنا، وراح قافل بالقفل. فهو هقول لحضرتك على حاجه، وهو في البرازيل اتصل بيا قال لي انت قاعد فين؟
قلت له انا عادي انا قاعد في كافيه كده كانت قهوه كده في قال لي قوم من هنا بسرعه قوم من القهوه دي وروح كده وصلي ركعتين وقول وحل عقود العسر وفرج امرنا قولها 100 مره كده وصلي ركعتين ربنا هيكرمك. انا كنت في مشكله على فكره وهو بعيد انا عليها كنت بحذف كل حاجتي عنده وهو كذلك فحسني فانا قلتها في ربنا فرجها وخدت انا اما رجع قال لي كلمني هو يعني تقريبا قبل اشرف بشويه او انا كلمته عايز اعرف هو جه فما جاء طب ايه طب احنا تعالى افطر معايا الصبح يعني افطر عشان او نتقابل في المسرح كان هو عنده مسرحيه بالليل فنتقابل في المسرح ونبقى مع بعض. قلت له خلاص هاجي لك انا بعد الظهر بعد العيله عندي وتمام اجي لك على البيت وانزل معاك المسرح. طبعا دخلت انا نمت شويه بعد صلاه العيد بنتي صحتني اختي بصحتي بتقول لي ده اشرف بيتصل اشرف عبايه بيتصل بيك كتير فانا ممكن اشرف بيقول لي كل سنه طيب ما احنا هنتقابل. فصحيت فاشرف قال لي جمله واحده علاء والدين مات وراح قبل السكه. انا بلبس جلابيه بيضه نزلت جري ورحت نازل في الشارع مش فهمتش انا رايح فين اخويا الحين ركبني ورحت له فضلت انا طبعا بالجلابيه البيضه دي وحافي لحد تقريبا بالليل تقريبا معتز راح واخدني وجاب لي بتاع البستاو وبقيت عايش بقى هناك مش عارف افهم هو ايه اللي حصل لدرجه ان انا دخلت له جوه في الـ في في المغسله دي يعني بدات اتكلم يعني انا انت يا جدعه بجد خلاص كده ولا ايه الموضوع ولا انا مش فاهم بدات اعمل كده وبعدين سكت انا ناسي حصل لي فصله ناسي من اللحظه دي لحد لحظه بينزلوه في المدفن في لحظه كده مش فاهمها مش فاكرها يعني مش فاكر احنا رحنا فين او انا هنا دلوقتي برغم ان انا على فكره يوم ما اشترى المدفن ده انا كنت معاه ما عرفتش هو انا الوقت راح فين عارف فقدان ذاكره كده في اللحظه دي انا انهارت في لحظه دخوله المكان بعدين في العزاء خلاص حصل لي يعني انا الى الان يعني على برغم السنين بتعدي احنا بنتشغل وبنتاخد في حياتنا وبتاع ولكن علاء من الناس اللي لما بروح لها وبفتكرها بحس ان انا محتاج له جدا يعني علاء حتى اشرف انت لو سامع صوت اشرف وركزت في اشرف في صوته وهو بيتكلم مش ده اشرف مش ده لما يتكلم معه بيحصل لنا كده ارتباط وهنيدي هتلاقي نفس الحاله دي احنا فقدنا ابونا فقدنا احتوائنا فقدنا حد كان بينا بركه كبيره شيء عظيم انا لسه بقول لما قلت له انا اتوقع انه احنا هنسجل البرنامج ده لان علاء موافق وان انا اللي جيت مش هنيدي او اشرف لان علاء موافق عليا ان انا اتكلم عنه لو هو مش عايز علاء اللي يتكلم اشرف يتكلم لو هو انا احساسي بعلاء كده احساسي بكم الطيبه والروحانيه اللي فيه ربنا سبحانه وتعالى حطه في مكان عظيم جدا يا ان شاء الله يا رب ان شاء الله. يلا يا حبيبي يلا يا بابا احنا مش بتوع الكلام ده يلا يا فرج دي بتبصلي بتناديلي يا فرج بتناديلي نعم يا ابني يلا ما معناش فلوس خلاص يلا ندخل منين ان شاء الله تعال انا اعرف خروف جوه خروف شكرينا بيه يا جدعان انا عامل على الضرب اللي هاكله على قفايا وانا بصراحه امي قبل ما تموت موصياني على قفايا لا هتضرب على قفاك ولا على رجليك انت تخلص انت وحسونه وتقوموا وانا هتصرف خلاص بقول لك ايه نعم ما عندكم
مش حمام هنا؟ اهو هناك اهو. في مكان للحمام؟ لا كله على بعض. ايوه انت قلت انا حسونه بتعمل ايه؟ احس ودي تيجي عيب ده زي ادهم ابني يا راجل. ادهم ايه؟ عيب دخلك عليا عيب. الله يخليك. طب خد حاجه ايه للذكرى. طب خلي بالك وانت قايم بالراحه كده. علاقته بقى بالوالد كان شكلها ايه بقى؟ يعني انا عارف انتم من بني مزار. من بني مزار من منيا. منيا. مظبوط. علاقته بالوالد ايه بقى كانت؟ هو علاقته بالوالد اكتر واحد عاشر الوالد طبعا. ان الوالد توفى سنه 79. كان على الوالد طبعا كان عمل دور رائع في مسرحيه شاهد ما شافش حاجه طبعا. والمشاغبين كان عامل فراش جابر في المشاغبين طبعا. والشاويش حسين في شاهد ما شافش حاجه. وعمل اعمال كتيره جدا افلام ابيض واسود كتير يعني طبعا. فكان علاء مقترن بالذهاب معايا في الاستوديوهات. والوالد مات صغير. مات 49 كان بيروح معاه الاستوديوهات. اكتب يا حسين اكتب. ده حويط يا حسين. ده انتوا هتجننوني انتوا الاثنين. حاضر يا فندم. حاضر يا فندم. هو بيشخط فيك ليه؟ ها؟ اصل انت اللي اخدته على كده. ما زمايلك ما هم واقفين محترمين اهو. ما شخطش فيهم ليه؟ لان انت اللي مهزأ. وبعدين عيب يعني مش شايف منك انت عسكري وهو ضابط يقوم يديك على قفاك. وانت قفاك هيستحمل مين ولا مين يعني؟ مش كفايه في البيت؟ افرض انت مراتك شافتك وانت بتتهزق كده، يبقى ايه موقفك في الامم المتحده دلوقتي؟ تعرض قضيتك ازاي على دول عدم اللي ما حدش له دعوه بالتاني خالص؟ تسكتلوش. أول ما يجي اديله بالبنية على طول. محدش بيترفض غير بقرار وزاري بقى لعلمك يعني. سرحان عبد البصير. أول ما يجي تخلع الحزام وبالحتة اللي فيها الحديدة وعلى نفوخ وعدل. قول لي احنا كويسين قوي غيرش الأيام اللي أنت بعدين عيب يعني اشمعنى أنت بالذات دون أنا عامل عن زمان. إيه ده؟ في حاجات كتير. إيه ده؟ إيه ده؟ شويش حسادة أفندم. كان والدي مرافق دايما للاستاذ نور الدمرداش رحمه الله عليه. فكان بيعمل معاه مسلسلات. فعلاء لما حب ان هو يخش معهد فنون مسرحيه اتقدم كذا مره واترفض. فرجع حزين جدا. فماما الله يرحمها قالت له مالك يا علاء؟ قال دي تاني مره ان انا اتقدم وانا نفسي امثل وانت عارف يا ماما واترفضت تاني. قالت له ما تزعلش ما تخافش انا هكلم لك عمك ماما. فكلمته الاستاذ نور دمرداش الله يرحمه. قالت له علاء انت عارف بيحب التمثيل قد ايه وهو اترفض في المعهد وانا عايزك تتولى وتشوف لو علاء عنده موهبه فعلا خليه يمثل. ما عندوش موهبه خلاص بقى هو واخد بكالوريوس تجاره يشتغل بقى في يعني. فقال لها ابعته لي. ففعلا راح للاستاذ نور اشتغل مع الاستاذ نور الله يرحمه مساعد 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 يعني عاشر في الانتاج وبعد كده في الاخراج. استاذ نور حب يشوفه بيعمل ايه او يجربه لغايه ما اداله اول دور في حياته مسلسل كان اسمه زهره والمجهول مع الاستاذه ليلى علو. فكان دور صغير جدا. فعلاء الحمد لله عمله كويس والاستاذ نور الله يرحمه اتبسط منه. فبعد كده علاء بقى انطلق في السوق وابتدى يشتغل وكده. فدايما لما كانوا يستضيفوا علاء يقول لهم انا مش خريج معاه في المسرحيه بس انا خريج أكاديمية نور الدمرداش. والحقيقة كمان هو عمل مع الأستاذ عادل إمام يعني أنا عمال أشوف الأفلام عمل معاه ما دي نشوف مشهد كده معاه مع الأستاذ عادل إمام. فضلك يا حضرة رجلك لو سمحت رجلك معايا لما رجلك. مساء الخير. مساء الخير. بقولك إيه ورك ولا صدر؟ إيه؟ ورك ولا صدر؟ زلموكة
لو سمحت ما تتعبش اعصابي لو سمحت. ما فيش حاجه يعني ما تديني فكره، اديني جو عام عن الفيلم اعرف بس اعرف. بس ما اعرفش حاجه. قول له يا شابور. بص يا اخويا عايز يعرف تعرف تحكي. هو زي ما تقول هم ست مزز واخد بالك بيتخانقوا كلهم على راجل واحد وكل مزه عايزه تفوز بيه، فكل مزه ايه واخد بالك بتعمل يا واحده بتغني سيكي بني سيكي بني واحده بترقص والثالثه بقى اللي هي الجامده قوي كفايه 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 يا صوت. لا الثالثه دي بتعمل ايه؟ انا هقول لك انا كفايه يا صوت كفايه يا يوسف كفايه يا يوسف الولا هيموت منك. كفايه حالك انت مالك؟ انت بتكلم على الراجل راجل تعبان عنده حاله نفسيه. كفايه يوسف الولا هيموت منك يا يوسف. كفايه لو سمحت كفايه. حرام حرام كفايه حرام كفايه حرام. خلاص خلاص الفيلم هيبتدي. ها علاقته مع الاستاذ عادل امام كانت علاقه قويه. عمل مع المنسي، عمل معاه الارهاب والكباب مظبوط. عمل مع رساله للوالي اظن مظبوط. بخيته عديله بخيته عديله. ايه بقى العلاقه كانت ازاي؟ يعني الاستاذ عادل اشتغل مع والده الله يرحمه موسى السمير. وكان بيحب والدي الله يرحمه جدا. فلما علاء راح قدم له نفسه وقال له انا بمثل وكده، وابتدى الاستاذ عادل يرشحه في الافلام بتاعت الاستاذ شريف عرفه والاستاذ وحيد حامد. فكان الاستاذ عادل بيحب علاء قوي ومؤمن بموهبته جدا، وابتدى يساعده. يعني علاء وهنيدي وعلاء مرسي واشرف عباقي واحمد ادم، الجيل ده مدين للاستاذ عادل امام لان هم اشتغلوا معاه في افلامه. فابتدى جمهور الاستاذ عادل امام على مستوى العالم العربي يعرف الجيل اللي طالع ده. عشان كده ربنا كرمهم اول ما عملوا بطولات نجحوا. ده الفضل ربنا ثم الاستاذ عادل امام. كان الاستاذ عادل على فكره ممكن يتعامل معانا كلنا، مثلا مره يهزر مره يتكلم معايا اهلا ازيك على اخبارك وبس، ممكن ازيك عامل ايه، ومره يضحك. مع علاء ولي الدين لا يمكن، كل مقابله يهزر معاه ويقومله ويشده، لازم. علاقه غريبه جدا، بيحبه قوي بشكل خاص، وبيعامله بمتعه، بينبسط منه بيفرح لما بيشوف علاء. انا شفت ده في عين الاستاذ، يعني لما كنا بروح مع علاء بلاقي الاستاذ بيتعامل معاه كل مره كده. انت كمان ليك علاقه، يعني ليك عملت مع علاء مسلسل انت عامل ايه مظبوط؟ طبعا احنا عندنا كواليس يا احمد. طبعا. طب ما نشوف الكواليس. تعالى نشوف. انت يا بنتي هناء يا دي المصيبه، قطع قلبي من الصبح. بنتي هناء يا بنتي هناء. يلا تاني. يلا يا ابني انت وهو خشوا العبوا جوه، انت هتفضحونا. بص يا بنتي هو كل يوم يجي يلعب علي ويشوف حاجتي. صح. بص والنعمة 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 والنعمة. حاضر يلا. المشهد ده كان الساعة 4 الصبح واحنا بنقفل حلقات، يعني عشان تتذاع رمضان. المسلسل ده نجح يعني بشكل غريب جدا، وتهاجمنا كتير جدا من بعض الصحفيين في انه الشباب اللي طالعين جداد دول بيهزروا كتير وبتاع. ولكن الحالة اللي هي حصلة اللي هي في الكواليس اللي هي اتعملت فكرة برنامج الميكنج اللي هو عملوها ازاي بعد كده، كانت أول مرة يتعمل في الدراما أو أساساً ده أول سيت كوم نسميه. صحيح. حصل. وكمان أول ميكنج يتعمل حلقات لوحدها وتنجح جداً كمان. فكان ده الروح دي هي اللي نجحت المسلسل. أولاً اللي كاتب الحلقات دي الأستاذ خالد جمال، طبعا مع احترامي ليه وتقديري ليه صديق عزيز وكاتب مهم، ولكن يعني يمكن اللي اتقال في الحلقات دي 13 جمله من اللي كتبه.
الباقي هي حالة الارتجال، ان احنا كنا مع بعض حقيقيين. يعني دي القعدة دي هي اللي ممكن نقعدها عند علاء او عند اشرف عند هنيدي. الروح بتاع ان مين فينا يعمل احلى ما عنده عشان احنا ننبسط، مش عشان احنا عشان بنحب بعض جدا. مفيش حد عايز، لا ده كلنا عايزين ننور مع بعض. كانوا بيمثلوها بطريقه المسرح، مفيش نفسنا الارتجال. وكان معنا طبعا مخرج لطيف جدا، هو في الاول اتصدم بفكره ان فين الكلام ده يا جماعه، فين الكلام ده يا جماعه، فين الكلام ده يا جماعه، لا تعالوا نقعد بقى، تعالوا نقعد نفهم انتوا عايزين تعملوا ايه، احنا مش فاهمين عايزين نعمل ايه. علاء فعلا كان هيفطسك وانا جنبك على السرير، ده كان كنت هروح فيها انا. ده انا حصل لي حاجه غريبه، انا طبعا انا علاقتي بعلاء غريبه شويه في التعارف على بعض. احنا شفنا بعض، اتعرفنا ببعض، رحت عندهم البيت قعدت اسبوع. يعني انا اتعرفت ازاي ببعض؟ انا كنت في طالب في المعهد، وانا في المعهد كنت طالب بمثل مسرح فباخد جوائز، فشويه عندي صيت في الاكاديميه ان علاء مرسي في ممثل شاطر اسمه علاء مرسي. فالمهم علاء ولي الدين قابل حد وداه للدكتور اشرف زكي، فالدكتور اشرف زكي كان معيد في المعهد، فقال له انا عايز اقدم معهد، فقال له بص انا هوديك لواحد فاهم هيدربك وهيظبط لك الدنيا وهيعمل لك الحكايه. قال له مين؟ قال له واحد طالب في المعهد، ما قالوش طالب، قال له واحد اسمه علاء مرسي. طلعوا على السلم، انا قاعد فوق لقيت واحد تخين طالع كده. انا اول ما طلعت ده لفت نظري جدا، انا ما هو ما كانش كان مش طلع في حاجه يعني، بس انا في الاخر في كتله طالعه على السلم جنبها اشرف، واشرف بيبتسم بيضحك، وجاء قال لي ده هيعمل له هيقدم المعهد مشاهد. قلت له انت عايز تقدم المعهد؟ قال لي اه. هو طبعا لو شافني هو ده اللي انت بتقول لي عليه يعني مستغرب جدا، ايه القصير الصغير ده اللي هيعمل ايه. خدت علاء من ايده، دخلنا قاعه الاستاذ عبد الرحيم الزرقاني، في قاعات باسماء العظماء كده، فدخلنا قعدنا فيها وقفلنا على نفسنا القاعة، ما عملناش حاجة غير ان احنا قعدنا نتكلم انت منين انا من كذا من كذا، نهزر حرحار حرحار حرحار. قال لي انت ساكن فين؟ قلت له ورا المعهد. وانت قال لي في مصر الجديدة؟ قلت له تمام. قال لي تيجي تاكل شوية لوبيا ورز وفرخة محمرة وبتاع؟ قلت له طبعا. قال لي طب تعال معايا. احنا ما عملناش حاجة، رحت معاه ركبنا الاتوبيس، نزلنا في مصر الجديدة، طلعني فوق، دخلت قعدت، اكتشفت ان الراجل اللي في الصوره ده سمير ولي الدين. وانت ابن الراجل ده؟ ومتصور مع كمال الشناوي في فيلم. ايوه. لا وعلاء كان بيقال كمال الشناوي على كمان. صح، كان بيقال كمال الشناوي ومحمود المليجي. المليجي اتاخرت عليك، اصل كنت معزوم. اول ما خلصت بالعزومه جات لك على طول. مين اللي كان عازمك؟ البوليس. تخرج من هناك تيجي على هنا؟ ده احسن وقت، عبارة ما يخلصوا اجراءات المراقبه كل احنا خلصنا من شغلنا. هم خدوك من السكه؟ لا من عشه. ومسكوا حسب الله؟ طار قبل ما يمسكوه. خد اوزن. مظبوط مظبوط تمام. الجماعه اللي احنا شغالين معاهم دول شرفة بصحيح، ميزانهم ما يقلش خردله. ايوه، ما يطمعوش في اكتر من الثمن الحراق. وما يطمعوش ليه طالما بيجازفوا بحياتهم؟ الشويه دول بورقه بمدنه، يعني كل ست جواز حمام في رجليهم 10,000 جنيه، يعني 10,000 طايرين في الهواء. فمن المره اللي حضرتك بتقول عليها دي كان معانا هنيدي. فدخلنا ننام عشان كنا الصبح تقريبا رايحين حاجه، هم عندهم تصوير، انا رايح مع علاء، انا كنت بمشي مع علاء ماليش علاقه. انت حبيته خلاص، دخل قلبك. انا مش ممثل ولا هو ممثل، انا وهو اصحاب بس، مش دعوه بحاجه، ياخد رايي في حاجه اقول له، نتكلم نقتنع بحاجه، نحكي مواضيع بس، انما انا فكره ان انا وهو ممثلين ده مش موضوع. فدخلت نمت، هنيدي قال هو اوضه فيها سرير، السرير بعمودين يعني باربع رجول. يعني الحته فيها رجلين ودولاب وشباك وكنبه، والكنبه صغيره جدا، هو ما بيقعدش عليها خالص لان ما ينفعش هو يقعد عليها. اللي هنيدي نام عليها. هنيدي نام على الكنبه وعلاء طب انا نام فين بقى؟ فعلاء قال لي نام جنبي.
انا كنت احب اقعد العب فيه كده واعمل له دوره. فقال لي بس ما تقعدش تهزر وتضايقني هضربك. نمت من التعب. انا رحت في النوم بدات اشوف كوابيس وشفت اشوف انا بغرق وبتخنق واصرخ واصرخ. فجاه لقيت اما صحيت لقيت هنيدي بيقول له قومي علاء هتموته. كان نام عليه علاء. نام واستغرق. شدوني من عليه طبعا. وغير ان احنا علاء كنا بنروح دسوق كفر الشيخ عندنا. فكنا بنروح فكان بينام في مش على السرير لقى هوا وكان الدنيا حر. فراح فاتح البلكونه وقال افتح البلكونه ونام. انا سبته رحت نمت في اوضه تانية. جينا الصبح لقينا جيران واقفين في البلكونات بيتفرجوا. هو عمل ايه بقى؟ هو اتحر جدا فراح رايح نايم في البلكونه. ونام في البلكونه واستوشي يعني قعدوا الناس يعني عارف الناس اما نزلنا في الشارع العيال الصغيره بدات تجري ورانا واحنا مش ممثلين مش ما عملناش حاجه. وبدا هو ينادي يا اهالي دسوق الكرام. عمل حماميه وهيصه في البلد. علاء كان عجيب غريب. علاقته بالاكل بقى يا معتز يعني كان اكيل كان بيطبخ كويس كمان. كان بيعرف يطبخ بس طبعا كانت والدته الله يرحمها كانت طباخة ماهرة. فهو هو فعلا قلد الوالدة في فيلم الناظر. فيلم الناظر يعني الشخصية اللي عملها في فيلم الناظر. ده بالاكسسوارات كمان. بالاكسسوارات يعني في مشهد لعلاء كان في غلطة في الراكور. يعني المشهد المشهد ده بالظبط. كان المفروض ان الراكور على الترابيزة اللي هم قاعدين عليها. تخبر حضرتك فكانت حصلت غلطة في الراكور. فعلاء قال للاستاذ شريف عرفه قال له انا ممكن احل الغلطه دي. قال له ازاي يا علاء؟ قال له ماما كانت زمان اول ما جبنا التلفزيون بالريموت كنترول كانت بتخبي الريموت كنترول في صدرها. ايوه فانا هطلعه من صدري. فهو فعلا عمل كده والمشهد ده اخذ سكسية عالي جدا في السينما. فكان تفاصيل يعني الاشربات دي هي فعلا قالت له عايزه جزء من الاجر بتاعك عشان دخلت في السينما مره. قالت انت بقى انت فيلم الناظر والام هي كانت حاجه جامده قوي هناخد منك جزء من الاجر بقى. والاب شخصيه كان واحد اللي هو من عمله من واحد من عندنا من البلد من المنيا من المنيا. الراجل بيتكلم الكره دي بتقلد كويس قوي صح الوالد الله يرحمه. الجيل بتاع الاستاذ عادل امام والاستاذ سعيد الناس دي كانت بتروح لعم سمير البيت ده. انا عندي بلكونه يا استاذ عم يعني تعتبر اثريه. بلكونه دي انا كنت نفسي اجيب لك الصور. كان الاستاذ ابراهيم سعفان والاستاذ عدلي كاسب الاستاذ سيد زيان والاستاذ زيد زيان والاستاذه نبيله السيد كانوا بيجوا صاروا مع ابويا في البلكونه دي يقعدوا. الاستاذ سعيد صالح طبعا الاستاذ سعيد صالح والاستاذ عادل امام والاستاذ صلاح السعدني كل دول كانوا بيجوا لابويا في مصر الجديد. فبلكونه تاريخيه. وبعد كده جيل علاء بقى اللي هو الاستاذ علاء مرسي وهنيدي واشرف وادم. وعلى فكره في جيل بعدينا اللي تبناهم على ولده علاء طلع محمد سعد. دول ولاده سعد سعد وحلمي وكريم. كريم برغم ان كريم كان له تجربه قبل الشغل مع علاء كان مع يوسف عارف اضحك ولكن كريم بصمته الحقيقيه كانت مع علاء. وعلاء كان بيحتويهم عبود على الحدود. عبود على الحدود. انا ساعات كنت الاقيه انت فين يا علاء انا رايح ما مش عارف ايه معايا كريم. انا كنت بغير ايه ده وانت رايح للعيال دي انت ما تيجي تقعد معايا. فكان هو يحس. شوف الصوره دي فيها كمين. في الصوره فيها مين؟ الله يرحمه طلعت زين عيد وعمرو عرفة محمد امين السقا واشرف محمد امين الله يرحمه وهاني رمزي وهاني واحمد عيد ومحمد سعد وادي كريم محمود البزاوي محمود البزاوي محمود ابو عفار محمود ابو عفار تنجيل هو ساهم. ف شايف حضرتك الصور الناس دي في اللي هم ربنا يديهم طول العمر موجودين لو سالت سليمان عيد اهو. طبعا ده سليمان ده حدوته معاه مع علاء. ده يعني انا سليمان يعني مثلا علاء جاب رقم مره تليفون جديد يعني هو كان معاه نمره موبايل معروفه للناس فجاب هو النمره خاصه وقال لي دي معاك ما تداش لمخلوق ما تداش لحد خالص. قلت له استنى حاضر. واحنا قاعدين انا كلمت سليمان واديتها له عشان سليمان يكلمه وهو قال لي ايه انت قاعد ما انا لسه بوصيك عشان انا اشوف رياكشنات علاء وهو انا بكلمه مثلا عن سليمان واشوف رياكشنات سليمان واكلمه عن علاء.
انا بحب نغشه، انا كنت ما بعرفش اخليه قاعد ساكت. وفي نفس الوقت في ملحوظه غريبه جدا، حضرتك شفت الصوره دي، عارف الناس دي لو كل واحد فيهم قعدت معاه وتكلمه تحس ان هو الانتيم بتاع علاء الوحيد. ده غريب جدا. بس هل صحيح علاء كان عايز يعتزل الفن السينما؟ لا، هو في ابن عز، في فتره ابن عز بالتحديد كان دخل في حاله مش كويسه يعني، كان مخنوق ومتضايق وكان فيه، لان علاء نزل بعبود نجح نجاح عظيم، ونزل بالناظر نجح نجاح جبار. ابن عز كان كويس ولكن مش في نفس القوة اللي كانت لظروف توزيع. فعلاء كان متضايق يعني الفترة دي. ويمكن احنا عندنا عامل مشترك كمان، هو في منطقة صوفية كده روحانية شوية، فلينا حد كلمته قلت له علاء في كذا كذا، قال لي علاء في خير وما يقلقش خالص، خدني وديني لي. ورحنا قعد معاه وكلمه وعلاء فضفض له، وبعديها سافر جهز للسفر. انا فاكر مره كان بيقول لي انا نفسي اعيش حياتي في مدينه منوره. طبعا هو فعلا قال لي كده مره طبعا قبل ما يسافر البرازيل. هو قال لي انا عايز اجوز ده واطمن عليهم واخد بعض اروح هناك وانت تيجي تقعد جنبي. عايز يشتغل في طبعا المسجد النبوي، كان عايز يشتغل يقعد يشتغل اي حاجه. قال لي كان نفسي كده فعلا، لان هو حصل على علاء ضغوط فنيه بعد فيلم ابن عز وحروب وبتاع ومين الاول وتوزيع وكده، كان علاء بيرهق نفسيا من هذه المواضيع. فقال لي ماما الله يرحمها قال لها نفسي اعتزل الفن واطمن على معتز واجوزه وراح اعيش عند حضره سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. هو كان في نزعه صوفيه قوي قوي. تعالوا نفتكر مع بعض اخر كلام قاله قبل وفاته. لازم يعني والله انا اقول لرب سبحانه وتعالى اللهم انا نسالك زياده في الدين وبركه في العمر وصحه في الجسد وسعه في الرزق وتوبه قبل الموت وشهاده عند الموت ومغفره بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الدعاء ده دعاء عليه الصلاة والسلام عظيم، دعاء شيخ يعني من كتب الشيخ عبد القادر الثقاف من العلماء المسلمين، وعلاء كان بيحبه جدا ومرتبط بيه، وكان لما بينزل المدينة المنورة ينزل له جدة يزور العالم كبير، عالم من علماء، عارفه طبعا. فهو كان من زواره وكنا بنروح له ونقعد معاه. وكمان كان علاء عنده منطقة أبوهم هو السبب فيها، أبوهم هم اللي علموا، كان ياخدهم وهم صغيرين الثلاثة، وعندهم يوم الاثنين وصايم هو الراجل، وكان يبدأ يروح بيهم يصلوا في جوامع ويروحوا يزوروا سادتنا آل البيت، ويعني نبت صالح من نبت صالح. وكان زرع فيهم، كان جدي شيخ أزهر الشيخ سيد علي ولي الدين، وكان عنده حتة أرض خصصها، لأن كان مفيش مدرسة ابتدائي في البلد، كانت بعيدة جدا، فخصص الأرض دي وبنى مدرسة ابتدائي أزهري لأهل البلد، وكان حافظ القرآن وأيتام. وهم يعني علاء يعني الوالدة كمان الأمنا العظيمة دي رحمة الله عليها، يعني أمنا ديت يعني أنا إحنا تربينا في تحت عينيها، يعني هي ست كان بتعملنا واحد على فكرة يعني. وهي كانت تقول للعلاء يعني دول ولادي زيهم زيك، يعني أنا مرة اشتكت لها من علاء على عملته فيه. أشرف ممكن يروح لها، هي ما يروحش لعلاء يقعد يتكلم معها فتفضفض له ويفضفض لها، وكانت تحب أشرف دي. رحمة الله عليها ورحمة الله على سمير الله يرحمه، وهم كانوا حاجة ورحمة حلوة. ورحمة الله على علاء، ربنا يا رب يرحمهم. أمين يا رب، ويرحقنا بهم على خير. أمين يا رب. عايز تقول له إيه بقى النهاردة في ذكرى ميلاد؟ عايز أقول له الحمد لله أنا عايش زي ما أنت ربيتني الحمد لله، وإن شاء الله نلحق بيه على خير، وأنا علاء الحمد لله هفضل شايل اسمك فوق كتفي إن شاء الله. علاء عايز تقول له؟ أنا عايز أقول له
وحشني جدا. و نفسي كان يعني علاء كنت بشتكي له كل حاجه، فهو وحشني قوي يعني. انا ما كان ليش حد غيره في القاهره، انا راجل جاي من كفر الشيخ وتسوق، فهو وحشني قوي. ومعلش سامحني، انا ما زرتوش من زمان جدا، فيسامحني ان انا ما بودوش يعني. ولكن هو انا الدنيا، هو عارف يعني، اكيد عارف، لانه عارفني كويس ان انا مش هقصر الا عشان انا ضعيف يعني. ان انا اجتهد في الوفاء بصديقي واخويا وحبيبي وصاحبي ان انا اروح ازوره، بس انا بدعي له. ولما بفتكره غالبا يعني علاء بيجيلي في كل مكان بدخله، بقول انا جيت هنا انا وعلاء ولي الدين. انا وحشتني حنيه علاء، حنيته وطبطبته عليا يعني. يعني بالذات انا يعني، انا بالنسبه له كنت بحس ان هو مسؤول عني، ورغم هو احيانا كان يتعامل معايا ان انا اكبر منه سنا، ويتعامل معايا ان انا المسؤول عنه. بس مش عارف، هو روح راحت مني، ولكن الله يجمعنا بيه ان شاء الله في على خير ان شاء الله. الله يرحمه رحمه الله عليه ويسكنه فسيح جناته، والبركه فيكم، ربنا يخليك يا دكتور، وفي كل تلامذته الفنانين اللي هو طلعهم، ربنا امين يا رب. وهو عايش معنا بمحبته وبجمال اخلاقه وبتدينه وبحب الناس ليه باقي ان شاء الله باذن الله. بشكركم جدا انكم اسعدتوني واسعدت نفسي ان انا افتكرت ان كلنا مع بعض حد احنا بنحبه قوي. احنا اتشرفنا ان احنا قعدنا قدام حضرتك. الله يخليك، انت رجل عظيم وجميل. الله يخليك، وانت حضرتك، انتوا اخواتي انتوا الاثنين. مبروك على الجائزه، افضل مقدم. الله يخليك، ربنا يخليك، مزيد من النجاح ان شاء الله. الله يبارك فيك، وانت ابن استاذنا العظيم. الله يخليك، الله يرحمه، عليا وعلى جيلي كله. الله يخليك، الله يرحمه، الله يحفظك. نورتوني. شكرا. النهارده في واحد من الناس احيينا ذكرى واحد من اجمل الناس، علاء ولي الدين. افتكروه وادعوا له، ترحموا عليه وقولوا له الفاتحه. كان انسان عظيم. اشكركم جدا. استكمالا لمبادرة نور عينيك اللي بدأناها بالتعاون مع جمعية الأورمان
نزلنا قافلة طبية للكشف على أهالينا في مركز أبو المطامير في البحيرة. الحمد لله كشفنا على 1000 حالة، كشفنا على 1000 حالة، ولسه هنكمل معاهم المشوار ونعمل لهم العمليات اللي هم محتاجين لها إن شاء الله. وأنا بشكر جدا جمعية الأرمان واللي هو ممدوح شعبان وديرها ورئيسها المهندس حسام أباني على الخير اللي بيعملوه معنا. نشوف التقرير. وروجونا وعملوا لنا نظارات وخلونا نشوف الطريق ونمشي فيه، ونشكر ربنا ونشكر الجمعيه وواحد من الناس. النهارده كشف علينا فدكاتره محترمين وقافله كويسه، وقبل كده سابقا كشفت على والدتي وعملت لها العمليه في هذه الجمعيه وعينها بقت كويسه والحمد لله. النهارده دكاتره قالوا لي عندك عمليه وهتعملها ان شاء الله، هتعمل نموذج لطفلة كسرت كل الحواجز وتحدت كل الظروف الصعبة اللي هي مرت بيها. طفلة قدرت تهزم المرض وتثبت ان الإرادة ممكن تصنع المستحيل. طفلة مريضة بالمرض الصعب والقاسي هو التوحد، واللي واجهته موهبة فطرية من عند ربنا سبحانه وتعالى، موهبة الغناء والإنشاد الديني ومدح سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. الموهبة اللي شجعتها عليها والدتها ووالدها واللي اعتبروها هدية من ربنا ليهم ولبنتهم. معنا في واحد من الناس النهاردة الطفلة هند ووالدها الأستاذ أنور عبد العزيز ووالدتها مدام سناء جلال. أهلا بحضراتكم. أهلا وسهلا. ونورتونا وشرفتونا و سعداء جدا بوجودها معانا ان شاء الله. اهلا بيك. احكي لي ايه الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. هو في الاول وهي طفله صغيره لاحظت ان هي بتقعد قدام التلفزيون، انادي عليها كل التركيز على الشاشه نفسها. اللي خدت بالها بقى وتابعت كل المراحل دي كلها تعتبر والدتها بقى بحكم شغله وكده. يعني على الله، يعني الاول كل حاجه من عند ربنا الحمد لله على كل حال، بس اللي عملت المشوار ده كله يعتبر امها لانها هي اللي تابعت من الالف للياء. لاحظت ايه؟ لاحظت ان بنتي مش طبيعيه، يعني من وهي طفله صغيره حتى المشي مشاته بالعلاج الطبيعي، الكلام مفيش، انها تضحك مفيش، يعني حاجات كتير، تصرخ على طول تصرخ. انا رحت لدكاتره طبعا في اسكندريه ورحت في طنطا ورحت يمنا هناك،
طبعا ما قالوا لي محتاجه رسم مخ، محتاجه عندها نقص اكسجين على المخ، بس عاوزينها تروح مراكز تاهيل، هم اللي هيشخصوا هي عندها ايه بالظبط. رحت مراكز تاهيل كتير، يعني والاخر لما تعبت من بره استقريت في عندنا في البحيره في ايتي البارود، في مركز عندنا هو اللي دامت معاه بقى، اول ما شافها يعني قرر ان هي عندها توحد. طبعا بنتي ما كانت، هو تابع معاها الاخصائي يعني برضو ربنا يبارك له، تابع معاها وتنت معاه حوالي 7-8 سنين لحد النهارده احنا بنتابع معاه. شوف لما يعني ما كانتش بتتكلم، كانت بتصرخ، ما كانتش بتمشي، لكن ما لاحظتيش عليها اي حاجه بتقلد، بتتاثر بالتلفزيون مثلا، هي بتقلد هي كنتو كده يعني؟ هي ده هي شغلتها، الشغلانه الاساسيه بتاعتها كانت انها تقلد، انها تكرر. دي يعني من سمات، من الحاجات بتاعت التوحد وسماته انها تكرر، يعني اكن كان معايا حد في البيت ما نعرفش نقول كلمة إلا إذا هي ترددت، ما نعرفش نقول كلمة إلا إذا ترددت، بصعوبة عبال معلمتها تقول اسمه، بصعوبة عبال معلمتها تقول إن هي عندها كم سنة، بصعوبة عبال ما خليتها تتعامل مع الناس، بصعوبة عبال ما مشت في وسط الناس، بصعوبة عبال ما بطلت تحط إيديها على ودانها لما تسمع صوت عالي. كل ده جري صيف شتاء، ما فيش يعني ما فيش بطالة لحد الساعة دي، لحد الساعة دي. لما بدأت تتكلم وبدأت تقول يعني تطلع اللي عندها، لقيتها لو سمعت حاجة مثلا في، وسبحان الله أي حاجة فيها مدح للرسول تلاقيها بتقولها وبنفس اللحن وبنفس الطريقة. وبعدين أنا قلت أنا عاوزة أبين بنتي للناس. كان إحنا طبعا في كرة، الكرة كان بيضايقوها بالكلام، يضايق يعني دي شخص إنسانة كذا، دي انسانه كذا. فكل انا كنت عاوزه بنتي بقى نغير الفكره من عند الناس دي كلها، بنتي مش كذا، بنتي مش كذا، بنتي انسانه هتبقى احسن ومطيعه وطيبه، والكلمه اللي بتعلم والحاجه اللي بتعلمها لها بتثبت في دماغها، ما بتتغيرش. لدرجه يا دكتور يعني ان امها برضه زي ما تقول يعني اتأثرت بكلام الناس، انا قلت لها الصبر، لان دي مع مضي الوقت ممكن طبعا تصاب بالياس شويه او بالاحباط. هي اصابت شويه بالياس، اصابنا لان في دكاتره، بس انا شجعتها وقلت لها والله هتبقى احسن من كل دول. وان شاء الله يعني ربنا مش هيسيبها. طب ممكن نسمعها؟ اتفضل. انت يا نور والله، يلا قول، امسك كده، يلا قول. انت يا نور الله فجر جئت بعد العصر يسرا، ربنا أعلاك قدرا، يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حيا، أنت للعينين ضيا، أنت عند الحاضرين، أنت هاد وصفي، يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. شفت يا ما ناس مناها تعيش العمر جنبه، برضو ما يكفيش أحلى دنيا، عندي ما تساويش إلا معك يا رسول الله، وحشنا يا رسول الله، يا سيدنا جان وزادو الله، مهما طويل الغياب محمد مشتاق لك، والله محمد قلبي عليك صلى، قمره
موتنا النبي قمرون وجميل 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 ستنا النبي وجميل البدر. اكتشفت ازاي بقى انها بتغني؟ انها لما بتسمع حاجه بتعيدها بنفس اللحن بتعيدها بنفس اللحن وبنفس الطريقه و... فانا استغربت يعني بقيت نحفظها بس يعني. لفت نظري انك انت كنت بتسجلي لها وتحطي الشغل على الفيسبوك مظبوط؟ كنت بنحطه وبنبعت يعني وبنبعت عاوزه الناس كلها تشوفها ان هي طفله ما كانتش بتتكلم ولا كانت بتتعامل وبقت كده وبتتعامل وبتحفظ يعني اللي يعني الحاجه اللي تسمعها تحفظها. اراد ربنا ان يعني حد اكتشف يعني حد كده لاحظ ان هي راسلنا المنشد محمد يوسف راسلنا وطلب مننا انها يعني انها راحت وقضت معاه يوم ما شاء الله جميل وانبسط معاها وصورها وبقى يعني دعموها ساعدونا وصلونا يعني لناس كتيره برضو وصلونا لناس كتيره وحط فيديوهاتها على صفحته وبصراحه يعني ربنا يبارك له واي يعني اي حد يسمعها يقول لازم تنمي عنده لازم تنمي اللي عندها ده. طبعا احنا في القرى هناك ما عندناش يعني اماكن ان حد ينمي وحد يعني انا بنوديها مركز ابداع عندنا في ايتاي البارود هما بيحفظوها بداوا يحفظوها بقى مدينها مذكرات كده اناشيد دينيه كلها ما شاء الله يعني برضه ربنا يبارك لهم هم متولينها دلوقتي وبيطلعوها حفلات معاهم مع يعني الشيخ احمد رضوان ما شاء الله صوطها جميل والله ما شاء الله يعني هو طبعا ما بتدخلش مكان الا يقول لي مثلا نسمع صوتها الاول لما دخلت وسمع صوتها في المركز اللي عندنا في ايتاي البارود قال لي في موهبه وعاوزه عاوزه حد يعني عاوزه اللي يساعدها انا من زمان والله وانا حاسس ان صوتها حلو انا قلت لها البنت دي صوتها حلو ما صدرتنيش الحمد لله ويا فندم قبل ما ما تلاحظ ان صوتها ايه ويا فندم على جد مش عشان صوتها ولا كنت يعني نتخيل انها توصل لاي حاجه انا كون ان هي اتكلمت وعرفت وفسرت الكلام يعني كون ان بنت فسرت كلام ديت وعرفت تقول الجمله على بعضها ده كرم من ربنا الحمد لله والله كرم من ربنا هنسمع ايه ثاني منها قول يا صلاة الزين كده يا صلاة الزين يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين ليلة حلوة ومحليها رب القدرة ببارك فيها ليلة حلوة ومحليها رب القدرة ببارك فيها المولى دعانا فجيناكم نم تحتها فوجدناكم أحباب للزين يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين ما شاء الله وأداء جميل وصوت جميل وأنا إن شاء الله أتنبأ لها بمستقبل جميل وربنا يبارك لكم فيها ونورتوني وشرفتوني وسعيد جدا بيكم وبأن كنتوا يعني عندكم أمل وربنا كان عند حسن ظنكم بي الحمد لله وأكرمكم فيها الحمد ربنا لله ربنا يبارك لك يا رب نورتوني وإن شاء الله هنتابع أخبارها ونتمنى أن احنا نشوفها من كبار المنشدات إن شاء الله رب إن شاء الله بإذن الله عندنا نموذج جميل حبيت أقدمه النهاردة رغم مرض التوحد اللي هي مصابة بيه اللي بيخليها عاجزة عن الكلام أساسا قدرت أنها تنشد في حب الرسول عليه الصلاة والسلام نموذج رائع بيقول لا يأس مع الحياة حبيت أقدمه النهاردة في أحد من الناس مولاي صلي وسلم دايما ثروة الله يا علي ساعة
سامي سليمان عنده 65 سنة في يوم عمل حادثة وفي أتوبيس داس على رجله، عمل عملية بتر لرجله، من وقتها حياته اتقلبت 180 درجة. كان نفسه يرجع يتحرك زي الأول ويركب طرف صناعي علشان يبدأ حياة جديدة. تعالوا نفكركم بحالة سامي. ركب أتوبيس واقف جنب السواق عشان انزل عند فرن الخليل، وانا واقف جنبه لقيته خد الملف بسرعه غير طبيعيه، لقيت نفسي انا بقى تحت العجل. الحياه دي ضيعت العيله كلها، الحاله اللي حصلت لي، انا كبير العيله، لكن دي ضيعتني بكل شيء، نفسيا قبل اي حاجه في الدنيا. انا اخواتي صرفوا معايا، انا كان بيجي لي سعادتك واحد بيغير على رجليا، لو كان تمرجي بياخد 200 جنيه، لو كان دكتور ياخد 400 جنيه، والدكتور كان بيقول لي غيارين. طبعا ما هنجيب فلوس منين للقصه دي كلها، لدرجه ان انا كنت عندي شقه بعتها كمان والفلوس بتاعتها نصها راحت في رجلي. دلوقتي انت محتاج ايه؟ نفسي في طرف صناعي الماني فيها هيدروليك وفيه متحرك. معنا على التليفون الأستاذ الفاضل الأستاذ علي تهامي، رئيس قسم الأبحاث والمساعدات بالمؤسسة العربية الإفريقية. أستاذ علي أهلا بيك، ودايما بسعد بسماع صوتك. ربنا يخليك يا دكتور عمر، مساء الخير على حضرتك صح. وتحياتي لعم سامي النموذج المشرف، يعني قصته أنا سمعتها، إن شاء الله المؤسسة هتقوم بكل الإجراءات للحالة عم سامي، من تركيب الطرف الصناعي إن شاء الله اللي هو محتاجه، وهيتعرض على اللجنة الطبية إن شاء الله، واللي محتاجه هنعمله له عشان إن شاء الله يرجع يشتغل ويتحرك في الإطار الطبيعي إن شاء الله. الحمد لله. البرنامج بالتعاون مع المؤسسة العربية الإفريقية والدكتورة المحترمة أمل عبد الرحمن قدرنا نركب لسامي طرف صناعي ألماني عشان يقدر يمارس حياته بشكل طبيعي من تاني. تعالوا نشوف فرحته ونأكد لكم ان احنا مستمرين مع حضراتكم في موضوع تركيب الأطراف الصناعية. يومين بالظبط حصلت لي حادثة بتاعت اوتوبيس، بس انا متاثر من اللي حصل لي. انا كنت راجل رياضي وكنت راجل اصلا صنايعي، وفي ده مهنه كان كل اكل عيشي ان انا كنت بشتغل بايدي، كل ده راح بسبب الحاسه اللي حصلت لي دي. ضاع مستقبلي وضاع حياتي وضاع بتري في رجلي الشمال، انا بعتبر ان انا مت بصراحه لما حصلت. وربنا يكرمه الاستاذ دكتور عمر النسي ان هو استضافني. حصل ان الدكتوره امل عبد الرحمن حصل اتصال معاها لما عرفت الظروف، الناس وقفوا جنبي وقالوا لا احنا هنعمل لك جهاز وهنوقفك على رجليك تاني، وانا الحمد لله الجهاز ده يعني انا لسه مستلمه النهارده. لسه مستلمه النهارده جهاز، برضو المؤسسه قالت لا هنعمل لك جهاز الماني علشان ابدا اعيش حياه تانيه، ابدا اطلع سلم، العب رياضه اذا كان عندي رياضه، اشتغل، اعمل اي، اصلي. ده انا ما اعرفش اصلي بقالي سنه ونص، ما بعرفش اصلي الا وانا قاعد على كرسي. كان نفسي ان انا اسجد لله سبحانه وتعالى، لكن ان شاء الله لما الجهاز يمشي معايا وهنقعد نسجد ان شاء الله ونعبد ربنا، وباذن الله ربنا يكرم.
ما عاوز اقول لكم اشهر اربع مقولات لشيخنا الراحل الجليل الشيخ محمد متولي الشعراوي. الاولى: لا تعبدوا الله ليعطيه، بل اعبدوه ليرضى، فاذا رضي الله ادهشكم بعطائه. المقوله الثانيه: لا يقلق من كان له اب، فكيف يقلق من كان له رب. المقوله الثالثه: فكر فيما عندك وليس فيما ليس عندك، فان ما عندك من كرم الله، وما ليس عندك من حكمه الله. والمقوله الاخيره: لا تقلق من تدابير البشر، فاقصى ما يستطيعون تنفيذه هو تنفيذ اراده الله. ربنا يسعد ايامكم، واشوفكم على كل خير وصحه وسلام.